اي مبادره بتقوم بيها، اي مبادره طبيه بتقوم بيها الدوله، بيكون الحقيقه الهدف منها هو الوقايه وحمايه الانسان من الدخول في اعراض المرض الشديده. من الامراض اللي بتحتاج بالفعل نقول توعيه هي ضعف الاعصاب الطرفيه. الحديث حول هذا الموضوع بيشرفنا بالحضور دكتور باهر مدحت لبيب، دكتوراه في جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري بجامعه الاسكندريه. اهلا بحضرتك معانا دكتور باهر. فرصه سعيده وحمد لله على السلامه. ميرسي ربنا يخليك. ميرسي شكرا جزيلا. فرصه سعيده. الله يخليك. عايزين نتكلم في البدايه عن ايه هي ضعف الاعصاب في الاطراف، وهل ده مرتبط ببعض الامراض الاخرى زي السكر مثلا؟ بص حضرتك، هو امراض الاعصاب عموما ليها حاجات كتيره قوي، من اول امراض زي السكر، زي الحاجات اللي هو الام اس اللي هو التصلب المتعدد، زي الموتور نيورون ديزيز، حاجات امراض بتيجي في العصب ذات نفسه، او نمره 2 حوادث، اصابات، طلق ناري، آلات حاده زي سكينه او مطوة او حاجات زي كده، كسور عمود فقري، ملخ الولاده اللي هو بيتولد، العصب السابع اللي بياخد برد او هواء، او ورم في المخ وتشيل جنب العصب، او حادثه وحصل كسر في قاع الجمجمه وادى لشلل في العصب السابع. طيب نبتدي بايه؟ نبتدي بالاعراض. ايه هي الاعراض اللي ممكن الواحد يشعر بها وبناء عليها لابد انه يتوجه للطبيب؟ يعني مثلا بدايه الضغط على الاعصاب، مثلا يبقى في تنميل في الايدين، بتصحيه من النوم بالليل، ما يقدرش يمسك الحاجات كويس، ما يقدرش يزور القميص، ما يقدرش يمسك الحاجات فتره طويله، الحاجات تقع من ايده، يحصل ايده تخس، ده لو العصب مخنوق، وهكذا. بالنسبه ايده تخس؟ يعني العضلات تبدا حجمها يقل، يحصل ضمور. نفس الكلام لو ده لو مخنوق عند الكف، لو مخنوق عند الكوع نفس الكلام، بس الصبيان الصغيرين يبداوا ينملوا، يصحوا من النوم بالليل، ما يقدرش يمسك الحاجات كويس، تقع من ايده. الرجل عند الركبه، عند اماكن اللي هي المفاصل، دايما عند اي مفصل بيبقى اكتر حاجه عرضه للاختناق، او مرض زي الروماتويد بيبقى الانسجه فيه بتدخن، يحصل له سقوط في مشط رجله. السكر طبعا عارفين ان هو بيأثر على كان الواحد لابس شراب وما بيحسش بالاطراف. نمره 2 الاهم طبعا انا اتكلم على الحوادث او الاصابات. اي حادثه بتيجي لاي واحد ممكن تؤدي لكذا حاجه، من اول وشه، العصب السابع لو كسر في قاع الجمجمه، او ورم، او التهاب شديد بيقعد فتره ما بيتصلحش بيحتاج عمليه بعدها. نمره 2 الدراع، لو عين وقع من دور عالي، حادثه موتوسيكل، والموتوسيكلات مشهوره في الصعيد او بره مصر في دول اسيا عشان كده الحالات دي كتير قوي هناك. موتوسيكل، حادثه عربيه، واحد مش لابس حزام، مش لابس خوذه، بتبدا الاعصاب تتخلع من الرقبه، من النخاع الشوكي، وعليه بيحصل ان الدراع بيقف او بيتشل، سواء شلل كلي او شلل جزئي، وبالتالي المريض يبقى يعيش طول عمره ما بيحركش دراعه ويبقى يوزلس، او احنا بنعمل له دلوقتي عمليات نقل الاعصاب من ضلوعه او من اعصاب شغاله للعصب اللي مش شغال، ممكن يحرك دراعه وايده في خلال فتره معينه تتراوح من 6 شهور لثلاث اربع سنين. يا دكتور باهر، هو اول جراح بيعمل جراحه في الوطن العربي، عملها لبنوته، صح يا دكتور؟ تعرضت. احكي لنا حكايه البنوته دي والحاله بتاعتها. هي البنت دي جت من بره مصر، جت على اساس ان النص التحتاني عندها ضعيف، عندها مولوده بعيب في تكوين الاعصاب في الظهر اسمه مايلومينجوسيل، او بالعربي اللي هو كيس مائي او كيس في الاعصاب مش متكونه كويس، وبالتالي اعصاب النص التحتاني الرجلتين والاخراج ما بيشتغلوش. هي كان عندها حركه جزئيه، بعدين البنت دي بتتشال ما بتمشيش، فاحنا نوع من انواع نقل الاعصاب. طبعا العمليه دي اول عمليه تتعمل في مصر او بره مصر، ما اتعملتش قبل كده، ما اتعملتش غير في امريكا او المانيا او حاجه فيو سنترز على مستوى العالم. نقلنا لها اعصاب الضلوع من الناحيتين، ضلوع اللي هي القفص الصدري، في عندك 12 و12، فاحنا نقلنا 3 يمين و3 شمال للاعصاب اللي بتتحكم في الحوض والركبه، على اساس انها بعد كده تقدر تمشي بمشايه قوية ونقل أعصاب. فالبنت حتى دي بعد أقل من شهر ابتدت تحس وابتدت تحرك حركات، which is في الأطفال الريكفري
سريع جدا عن الكبار. اه طبعا لانها في مرحله نمو. اي طفل يعمل عمليه تتوقع نتائج هائله في خلال فتره قصيره. حتى ايفن اللي بيجي لهم جلطات او حوادث في الاطفال بيريكفر بسرعه قوي عن الكبار. نمره اتنين، العمليه دي بتتعمل لاي واحد حادثه عربيه، عنده كسر في العمود الفقري، حصل له شلل، ما حصلش فيها تليف، تقدر تشتغل تاني. لكن لو حصل فيها تليف يبقى نقلتي العمليه زقلتها، وده حاجه فيري مانداتوري واساسيه جدا قبل ما نقرر نعمل عمليه العين فات عليه اكتر من سنه او اتنين. واغلب بتوع الكسر العمود الفقري دول فقدوا الامل وجربوا 600 الف حاجه وبقوا اللي قدامهم واللي وراهم وجربوا الخلايا الجذعيه بالظبط. وللاسف هي في مصر نتيجه مش قد كده. بتتعمل في اندونيسيا عند حد معين، يعني عرفت منه الفرق بين مصر وبره مصر. توتالي ديفرنت طبعا. بدون الدخول في التفاصيل طبعا لانها بتتعمل في مصر. في ناس كتير قوي كويسين بيعملوها بس النتائج مش قد كده. احسن حاجه في الدنيا ان انت تنقل العيان عصب من جسمه شغال ويتنقل للنص التحتاني، ودي اول عمليه تعمل في مصر. يمكن في الشرق الاوسط كمان. بالنسبه للدراع يعني او ليد عاملين اكتر من 200 حاله السنه اللي فاتت، النتائج هايله جدا. كل ما كان هو نايم عضه، يعني كان ساكن في حته شعبيه، عضه فور فكان عقله صبع وجري بيها. فطبعا احنا بنعمل عمليات كمان مش للقوه العضليه بس، لا للاحساس. يعني لو ماسك كوبايه شاي، ماسك حاجه، يقدر يحس بالسخن بالسخونيه، واللي هو يقدر يحمي نفسه السخنه او البرد. يعني لو حاجه عضته هو ما حسش. يعني في بعض الامراض زي ضمور العضلات مثلا يا دكتور بيعتبر اعتقد من الامراض الوراثيه. بالظبط. يعني احنا الشغلانه بتاعت نقل الاعصاب دي بالظبط نقدر نقول لها يو ار تيلر، يعني انت بتيلر النيد بتاعت العيان. تشوف العيان محتاج ايه. مثلا عضله رجل معينه ما بتتحركش، بناخد عصب شغال ننقله لها. ولكن الامراض دي امراض مزمنه، يعني مثلا ام اس، الموتور نيورون ديزيز، جريان باري اللي هو مقابل اللي هو التصلب المتعدد، اللي هو بيجي هجمات ويدوا له كورتيزون. هتعمل له العمليه النهارده، هتنقل له عصب هيشتغل. وعندي كذا حاله هعرضهم ممكن بعد كده على الحالات النادره جدا، اللي هو الموتور نيورون ديزيز اللي هو اللي بيجي في العضلات ده، او اللي بيجي في النخاع الشوكي او الام اس، وعملت لهم عمليات ونجحت وابتدى يحرك ايده. ما بترجعش تاني مره ثانيه. ده السؤال تانية. بقى ده مش السؤال، ده العيان لازم افهمه. لو جالك بعد كده هجمه تاني، ممكن تيجي في الجزء اللي اتصلح، ممكن تيجي في جزء جديد تاني، ممكن تيجي في النظر ما بيشوفش. حضرتك فاهم قصدي؟ هو اعتقد بيبقى مرض مناعي في الاساس. بالظبط. كل الحاجات ذلك المرضى دول ليهم تكنيك معين في العمليات وبعد العمليات، وبياخدوا ادويه سيوله وحاجات زي كده. ده اللي بينقل العضله من رجله. ده لو واحد مثلا بقاله دراعه 10 سنين 15 سنه 20 سنه ما بيحركش دراعه، ممكن تتنقل له عضله من رجله وما يقولش انا فقدت الامل ابدا. يعني ممكن تكون الحاله قدام حضرتك ما فيهاش امل خالص، ممكن نقل العضله مثلا من الرئه زي او مش من الضلوع. من الضلوع ده العصب. العصب من الضلوع. العضله من الكتف او ممكن من الرجل، يعني مين لي من الرجل. يعني ممكن الحاله دي ما تنفعش تماما لو واحد بقاله 20 سنه او 15 سنه. It's too long time. It's وقت طويل. العضلات عموما بيحصل لها ضمور بعد سنه. نقول سنه ونص، نقول سنتين ات ماكسيمم في بعض المراكز في العالم. بتعملي رسم عصب للعصب وتخطيط عضلات. لو لقيتي الاي ام جي، لو لقيتي العضله حصل فيها تليف، خلاص نو واي لعمليه عصب. طب ايه النصيحه اللي حضرتك تقولها دلوقتي لاي حد اتعرض لحادث لا قدر الله، او المريض بشكل عام؟ يكشف عند حد كويس. طبعا بيغلبوا على ما يلاقوا لانهم بيلفوا على دكاتره عاديين. تخصص نادر، تخصص صعب. الجراحين اللي في مصر قليلين جدا. انا اول واحد في مصر اخد موضوع رساله دكتوراه جامعه اسكندريه. طبعا لي عليها فضل كتير جدا على انها تدي موضوع زي ده، اللي هو موضوع الضفيره العصبيه في الدراع. وملت في المجال ده كتير. لو الفضل يرجع لاستاذي، يعني استاذ دكتور يحيى الحناوي، استاذ كبير جدا في جامعه اسكندريه،
وباقي الاستاف اللي كانوا مشرفين على شهاده الدكتوراه. دكتور باهر، بنتمنى دايما ربنا يوفقك في اي عمليه حضرتك داخل فيها، وبنتمنى ان احنا كمان نلاحظ نفسنا ونعرف ايه الاعراض اللي بناء عليها لابد ان احنا نتوجه للطبيب قبل ما الاعراض تتفاقم وتزيد بشكل كبير. دكتور باهر مدحت لبيب، دكتوراه في جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري، ميرسي لوجود حضرتك معنا، شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك.